هذا وسنعرض على حضراتكم التسجيل الكامل للمقابلة التي أجرها معالي وزير الخارجية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج القاهرة اليوم بعد هذه النشرة مباشرة. وفي مقابلة خاصة مع قناة الحياة الفضائية المصرية بمناسبة زيارة جلالة الملك المفدى لجمهورية مصر العربية الشقيقة، قال سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام إن الاتفاقيات التي وقعت بين البحرين ومصر تؤكد الحرص على توطيد التعاون في شتى المجالات. الحقيقة أمس عقدت قمة بين جلالة الملك المفدى وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن ثم تم توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية في جميع القطاعات، القطاع العسكري، الرياضي، الشباب، الاقتصاد، الإعلام، السياحة، الصناعة. هذه الاتفاقيات تعطي انطباع بأن هناك تعاون ثنائي بين البلدين، ولكن وضعت في إطار فقط قانوني من أجل متابعة تنفيذها وسهولة التنفيذ. كما أشار سعادة الوزير إلى موقف مصر الرافض لأي تدخلات خارجية في شؤون البحرين، مؤكدا في الوقت نفسه على موقف البحرين الثابت تجاه أمن واستقرار مصر. مصر مواقفها مشرفة تجاه البحرين، سبقت مصر أن أكدت هذا الكلام، ويؤكد دائما بأن مصر ترفض أي تدخلات خارجية، ومن ضمنها التدخلات الخارجية اللي تمس البحرين. موقف مشرف ومؤكد، ويؤكد دائما المسؤولين وعلى رأسهم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. ما في شك بأن البحرين في إطار منظومة دول مجلس التعاون تعمل جاهدة في التنسيق تجاه جميع القضايا، ولدينا تنسيق مباشر مع جميع الدول وبين دول مجلس التعاون ومصر الشقيقة كذلك في هذا الإطار. والله أخي العزيز، احنا سبق وان ذكرنا بأن التدخلات الإيرانية سبب إدانتها من خلال مجلس النواب، وهو المجلس الممثل للشعب في البحرين منذ سنوات، والآن رأينا هذه الإدانة على مستوى جامعة الدول العربية ووزراء الداخلية العرب، ومن ثم مؤتمر منظمة المؤتمر الإسلامي. أدانت هذه التدخلات تدخلات موجودة، ولدينا كثير من الأدلة على هذه التدخلات. موقف البحريني تجاه مصر جدا واضح، ما يمس مصر يمس البحرين. نحن نسعى دائما لمكافحة هذه الآفة، تجفيف منابع الإرهاب. التنسيق في هذا الإطار مستمر بين الجهات الأمنية. الحفاظ على أمن واستقرار مصر هو حفاظ وأمن على استقرار البحرين، وكذلك بالنسبة للأخوة في مصر لديهم نفس هذه النظرة والحرص الدائم. وحول التعاون في المجال الاقتصادي، أكد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي رغبة البلدين في تطوير هذه العلاقات بشكل متواصل وسريع. هناك وفد اقتصادي مرافق لجلالة الملك حضر إلى مصر وعقد كثير من الاجتماعات مع الأخوة مع رجال الأعمال وسيدات الأعمال في مصر، وقد كانت هذه اللقاءات جدا موفقة. تم توقيع عدد من الاتفاقيات، هناك فرص استثمارية موجودة لدى مصر ولدى البحرين كذلك. نحن حريصون على نجاح مثل هذه اللقاءات وتنفيذها، لذلك كان هناك حرص وتوجيه مباشر من جلالة الملك المفدى إلى جميع المسؤولين في لقاء الأمس البحرينيين بضرورة متابعة تنفيذ مثل هذه الاتفاقيات والقرارات، لنرى نتائجها تمس حتى المواطن البسيط في مصر وفي البحرين. كما أكد سعادة الوزير أن البحرين مهتمة بالاستفادة من تجربة مصر في المجال الإعلامي، مضيفا أن هناك تنسيق لتوحيد الخطاب الإعلامي وتواصل دائم بين البلدين الشقيقين في هذا المجال. الحقيقة الأخوة في مصر لديهم تجربة رائدة في القطاع الإعلامي، وأنتم الآن لديكم تجربة رائدة في بث القنوات الخاصة والتشريعات الخاصة، لذلك نحن نرغب في الاستفادة من هذه التجربة. الاتفاقية جاء فيها تبادل المعلومات بين وزارة الإعلام وهيئة الاستعلامات في مصر، إضافة إلى التدريب، الاستفادة من التجربتين، محاولة التنسيق الدائم بين القطاع الإعلامي البحريني والمصري، محاولة لتوحيد الخطاب الإعلامي. اليوم ما تتعرض له مصر والبحرين وجميع الدول العربية من هجمة شرسة تتطلب منا تضافر هذه الجهود، لذلك جاءت هذه الاتفاقية تأكيداً
على هذا التعاون. هي في مجال المعلومات أكثر، في ما في شك بأن تبادل المعلومات بالإضافة إلى التدريب، مثل ما ذكرت بأن لديكم تجربة رائدة في هذا المجال، لديكم خبراء في هذا المجال، نحن نرغب في الاستفادة من هذه التجربة، وكذلك محاولة للتواصل الدائم بين القطاعين. هناك اتفاقية، هناك تعاون، هناك تنسيق. سبق وأن ذكرت بأن مصر صاحبة ريادة في الدفاع عن قضايا الأمة العربية، مصر مواقفها مشرفة، لذلك تأتي مثل هذه الاتفاقيات هي من باب التنسيق والتعاون. هناك تعاون قديم وتاريخي، ونحن حريصين على استمراره والتعاون في هذا المجال.